تابعنا زاد حتى مع اللي في الدستور. حبينا ممكن السؤال حتى حكيت معانا وحبيت توضح فما صورة أو الفصل الخامس خاصة موجود في الدستور، حبيت تقول شو المقصود بمقاصد الإسلام الحنيف، شو معناتها؟ ممكن الكلمة هذه في حد ذاتها المقاصد الإسلام الحنيف اللي نص عليها الدستور، كيفاش نجموا نفهموها من وجهة نظركم أنتم كباحثين في الشريعة أستاذ أسامة؟ هو علم المقاصد هذا من العلوم اللي 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 توانسع في علماء تونس في التاريخ لهم فيه بصمه. ويقولوا انه علم المقاصد ظهر مع ابو اسحاق الشاطبي في الاندلس، ثم بعدين وقع تبلوره مره اخرى مع الشيخ محمد طاهر بن عاشور. وفقه المقاصد فقه قديم، لكن شنو معناها مقاصد؟ كلمه مقصد الحقيقه هي الهدف والغايه، معناها انت الانسان يخدم بمقصد انه يلم الفلوس. يصيف بمقصد انه يتفرغ، يسافر بمقصد، دونك المقاصد هي الاهداف والغايه، الحاجات المطلوب تحصيلها. الشريعه كي جابت مجموعه الاحكام نتاعها كانت عندها من الاحكام هذه اهداف وغايات، يعني ماهيش احكام اعتباطيه نتاع من مبدا طبق واسكت. لا، مثلا وقت اللي الشرع يقول انه السرقه حرام، علاش قال السرقه حرام؟ قال السرقه حرام باش يحفظ الاموال. وقت اللي قال انه السب والشتم والاعتداء على الاخر حرام، دونك هو يحافظ على الاعراض. وقت اللي يقول انه القتل حرام هو يحافظ على النفوس. هذا في الحقيقة هو اللي جاء تقريبا في الفصل الخامس، هو قضية المحافظة على، وذاك هو فصلها فقال المحافظة على الدين والنفس والمال والأعراض، وزاد هو الحرية اللي هي حاجة ذكرها بعض الفقهاء. في الحقيقة هي ماهيش موجودة في المقاصد العامة، لكن فما شكون يعني تنجم تدخل في حاجة أخرى، وهو أنه المبدأ العام تاع متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، يعني حق الإنسان في الحرية. الإسلام مقاصد الشريعة هذه راهي ماهيش خاصة بالإسلام. هل مقاصد الشريعة هو تطبيق الشريعة؟ هو التطبيق. إيش معناها تطبيق الشريعة؟ خلينا نفهم الجملة هذه بقى. تطبيق الشريعة ثم زوج حاجات فيه، ثم 90% أو 95% فيه فردي يخص الفرد، وتقريبا ثم 5% فيه تخص الدولة. إيش معناها؟ يعني الشريعة وقت اللي تأمرك بعدم السرقة، وقت اللي تأمرك بتحرير بأنك لا تعتدي على الآخرين، وقت تأمرك بالانضباط، وقت تأمرك بأداء الأمانة، وقت تأمرك بالإيفاء بالعهود، وقت تأمرك بعدم الخيانة، وقت تأمرك بعدم الاعتداء، وقت تأمرك بالالتزام بالانضباط بحسن الجوار، بهاك الأخلاقيات اللي حكينا عليه كل هذا، هو إيش معناها أنك أنت تطبق الشريعة. احنا للأسف عندنا مفهوم ضيق في تطبيق الشريعة. اليوم كلمة تطبيق الشريعة معناها احنا نتخايلوا في قصان لدين وشادين واحد في كياس وملام المهم بيبطحوا جزء منها جزء منها جزء. لا، هذا راهو وقع تشويه، هو جمنا فيه معناها هو موضوع جزئي بسيط وما هوش مطروح. علاش؟ لأنه يعني اليوم في الدولة اللي نحن فيها فما قانون للعقوبات، دونك ماناش باش نتحدث على هذا. هو يحب يقول انه الشريعة وقت اللي، لأنه سنعطيك معلومة، مقاصد الشريعة هي مقاصد القوانين. يخي علاش فما قانونه؟ قوانين شنو الهدف من هاي القوانين؟ يعني أنه يحفظ للإنسان كرامته. القانون يجرم السرقة، القانون يجرم الاعتداء، هكولا. إذا مقاصد القانون، مقاصد من وضع الفصول القانونية هي بعينها مقاصد الشريعة. القوانين، الدول تصون القوانين مش تحافظ على السلم الاجتماعي، مش تحافظ على الوحدة الاجتماعية، مش تحافظ على التناغم المجتمعي، مش تحافظ على الموروث الثقافي والديني واللي تحبنتي للمجتمع بجميع أطيافه واختلافاته. هذا هو بعينه ما يقصد فيه مقاصد الشريعة. واضح. هذا وجهة نظر باحث في الدكتوراه، ونشكرك على كل ما فتنا به. مرة أخرى نحب نقدم لك تحية من القلب على كل المجهودات اللي قدمتها لنا.